السلام عليكم إخواني الكهربائيين، إخواني المتتبعين لقناة الكهربائي المحترف، تحية لكم كاملين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على الطريقة ديال تركيب لي سبوت من الحجم الكبير في البلافون، غنشوفوا بحالاش كيتخدموا، بحالاش كيتطراصاو، وبحالاش كيتقبليهم. إذا تابعوا معنا هذا الفيديو هذا. اذا اول حاجه كنديروها في هذه القضيه هذه في هذه البولات، تعرفوا الكبار ما كيجيوش هذوك لي سكرو لي سيركلوش، كناخذ المتر وكنعبروا الديامتر ديال السبوت 10 سنتيم بحال هذه. دابا لقينا فيها 20 سنتيمتر، دونك هنا كنديروا لها العبار ديال 20 سنتيمتر. كنخدموا بالبيركات، البيركات كنديروا فيه 10 سنتيمتر، يعني النص ديال الديامتر ديال البوله هذه، باش يجينا في البلاصة بالمكان المناسب. إذا كما كتشوفوا كنعبروا نعبروا المصباح ديالنا وناخدو هذاك العبار نديرو في البركة، يعني النصف ديال 20 سنتيمتر هو 10 سنتيمتر. من بعد كنريقل البركة ديالي ونطراسي به في البلافون كما كتشوفوا. غنطلع من قبل انا تراسيت البلايص ديالهم السونتر فين غتجي كل بوله. اذا كناخذ البيركار وكنسيركيلي به هذيك البلاصه فين غندير السبوطه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. هذا هو الفيديو. ومن بعد كنخدم بالسيركلوش هي باش كنثقبوا هذيك البلاصه ديالها. اذا كندير واحد الثقب بالطرنوفيس باش يدخل هذاك المنشار ديال السوتوس كما كتشوفوا. المنشار ديال السوتوس هو هذا، كندير الطرنوفيس باش يدخل صافي. من بعد كنديماري السوتوس ديالي وكنثقب كما كتشوفوا في الفيديو، ونمشي مع التراساج اللي تراسيت بالبركار على الشكل دائري. بالنسبة للتقنية ديال السوتوس كتخدم لي سبوت الكبارين والصغارين، كتخدم حتى لي سبوت الكاري، يعني بلا ما تعذب بالمنشار تبقى تخدم المنشار كتكرفص، فهاد الطريقة سهلة. إذا كيما كتشوفوا يعني طريقة سهلة وبسيطة، وممكن تقب واحد العدد ديال لي سبوت في واحد الظرف وجيز، فقط كتراسي كلشي ديك لي سبوت اللي عندك وتبدا تخدم وتقبلهم كلهم كما كتشوفوا. الطريقه سهله جدا وفي نفس الوقت كتربح الوقت. كيما كتشوفوا دائما كتعاون بيدك كتشد هذيك البلاصه باش ما تطيحش، لان تقدر تطيح لك على رجلك ولا شي حاجه كتكون ثقيله شي شويه، يعني من الاحسن. فهذه كانت شاده في البروشون كيما كتشوفوا، بعد ما هرسناها كانت شاده في البروشون ما خلاهاش تطيح. اذا مزيان صافي، كتحيد البروشون ديالك وانت حصلتي على القطر اللي بغيتي بطريقه سهله ومسرعة. صافي بعد كتاخد السبوط ديالك اللي غتركب كيما كتشوفو، السبوط ديالي عندها الترونسبور ديالها وعندها هاد الفيش، كتكليك على هاد الشريبات كتخرج الفيشي بطريقة سهلة. فكتبرونشي الخيوطة ديالك، كنقطع الخيط على الحجم اللي بغيت ونديكابي المسال ديالي ونبرونشي النوتر مع النوتر والروتور مع الروتور كما كتشوفوا. هذه طريقة سهلة. الكابل دائما كدوزو قبل ما يكون الكباس خدام، كتجي دوز معاه الكابلي باش ما توحلش في التالي، يعني باش ما تعاودش تقعد
داز تبارك مع الخيوط كيضيع لك واحد الوقت كثير باش تدوزها، فهاد القضية هذه كتجيك سهلة كيما كتشوفوا. فكنجمع الكابليات ديالي وكندير ليهم السكوتش، كيما تشوفوا اذا انتهت العمليه ديال الراكوردمون كنرجع الفيش في البولا كما كان. كما كتشوفوا البولا هذه الفيش في مال وفي ميل وفي ميل، يعني كنقادهم. شوف راه الا قلبتيهم ما يخدمش، انتما كتشوفوا خصك دائما دير الفليش مع الفليش، الا قلبتيه بكا ما غاديش يخدم. هنا كدير الفليش في الاتجاه ديال الفليش او كتراكوردي صافي، كتكليكي وكيدخل. فكتلوح الكابليات ديالك الفوق باش تبعدهم عليك على البولا باش يخليك تخدم، وكتبدا بهذاك الراس شتيه هذاك كتحطو تم. او كدير الفيش الثاني او كتريق المسح ديالك كما كتشوفوا صافي، كتستيكا باش ما يبانش الديفو حتى في شي جهه.